مشاهدينا شكرا كثير لمتابعتكم ليوتيوبرز. اليوم حضرنا لكم فيديوهات جميله جدا فخليكم معنا. يحيى رضوان اشترى تلفون ون بلس 6 وحابب يشاركنا هاي التجربه. خلينا نشوف النتيجه وهل بشجعك على انك تمتلكه او لا. مظبوط، عجبني جدا التصميم بتاعه وشكله، فحبيت ان انا تكون تجربتي الاوليه مع ون، مع اي موبايل من ون بلس تكون مع ون بلس 6. وبصراحه من اول ما جبت موبايلي وانا بلاحظ تشابهات كتير بين الموبايل ده وبين موبايلات اوبو، وبالاخص الاوبو اف 7، وده اكيد طبعا شيء واضح جدا ومعروف. اوبو وون بلس هما تقريبا نفس الشركه بادارات مختلفه، ولكن فعلا في تشابهات كتير جدا. يعني مثلا التنفيذ بتاعهم في حته الشاشه اللي بالابعاد الجديده او الشاشه اللي بالحواف، مفيش حواف خالص ونوتش وبتاع، تقريبا شبه بالظبط نفس تنفيذ الاوبو اف 7، النوتش الصغيره جدا اللي فوق والحافه الصغيره قوي 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 اللي تحت، ولكن في الون بلس 6 هنا الحافه اللي تحت صغيره جدا، تقريبا دي اصغر حافه تحت موجوده في اي موبايل اندرويد، اصغر من الموجوده كمان في الاس 9. والتشابهات ما بتنتهيش هنا، يعني عندك مثلا تحت مكان السماعات الخارجيه اللي على الشمال، ولو مكان رخم جدا قلت كده في مراجعه الاوبو اف 7، السماعه هنا في نفس المكان في الون بلس 6، وكمان صوتها مش نقي قوي ومش عالي قوي. ولكن في اي حاجه تانية في التصميم الون بلس 6 متميز جدا. الموبايل بيجي بتصميم من الازاز ومعمول عليه لوك من السيراميك، يديك احساس سيراميك ومسكه السيراميك في ايدك وشكل السيراميك، ولكنه مش سيراميك، هو ازاز عادي. عجبني جدا 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 شكل الموبايل، الحواف بتاع الموبايل من الستانلس ستيل بتفكرني بالمي 6، الشاومي مي 6. تصميم متين جدا وبريميوم جدا جدا في الايد، من اكتر موبايلات الاندرويد البريميوم اللي مسكتها في حياتي. والزراير والسويتش بتاع السايلنت والرينج تونز والحاجات دي بتاع ون بلس ممتاز بصراحه، تصميم ممتاز. كمان شكل الظهر شبه جدا الاس 9 بلس بالكاميرات وقارئ البصمه الصغير اللي زي بالظبط اللي موجود في الاس 9 بلس، وقارئ البصمه هنا سريع جدا من اسرع قراءات البصمات اللي في العالم زي بالظبط الاوبو اف 7، هم اوبو وون بلس بيعملوا اسرع قارئ بصمه في الدنيا. وون بلس هنا بتقدم الشاشه اللي بحجم 6.3 انش وبريزوليوشن فول اتش دي بلس، وشاشه هنا اموليد والوانها حلوه جدا، وتقدر تكاليبريت الوان الشاشه، يعني تغير الكالر سبيس بتاعها تخليها اس ار جي بي او بي 3 كالر جامد، كل انواع الكاليبريشن ممكن تعملها هنا على ون بلس 6. بس كل ده عادي، يعني كل ده حاجات موجوده في موبايلات تانية، مفيش اي حاجه سبيشال خالص في الكلام ده. السبيشال في ون بلس والحقيقي انا كنت عارف ان هو حاجه كويسه، ولكن لما استخدمته انا استخدام الشخصي ليا فعلا في فرق كبير، وحاجه تميز جدا موبايلات ون بلس وهي السوفت وير. ون بلس 6 بيجي بسوفت وير ون بلس المعروف جدا اوكسجين او اس، وهو واجهه ون بلس المعدله على اندرويد. وليه ما نقدرش نطلق عليها كلمه معدله؟ هي تقريبا اندرويد خام، هو اندرويد خام وباضافات كتير جدا. كثير سمعنا انه الحجاب بضر الشعر وبكثر من التساقط والمشاكل، هل هذا الكلام صحيح او لا؟ دكتور محمد الناظر اعطانا جواب مفصل ونصائح عن العنايه بالشعر، نشوف سوا. مادة 30 وبياخد الغذاء بتاعه بالكامل من الجذور بتاعته اللي موجودة جوه الجلد، والشعر لا بيعتمد على الشمس ولا بيعتمد على الهواء في الغذاء بتاعه، لأن في معتقد شائع جدا عند الناس إن الشعر المفروض يتنفس، والمعلومة دي ما هيش صحيح. الشعر بيمر بدورة حياة، ودورة الحياة دي عبارة عن إن الشعر بيطول في مدة وبعد كده بيثبت وبعد كده بيقع، وده بيكون نتيجته إن كل إنسان بيفقد في اليوم حوالي لحد 100 شعرة في اليوم بشكل طبيعي جدا، ولحد 100 شعرية يعتبر إن الشعر ده طبيعي ومفيش مشكلة. لكن الشعر ممكن يتعرض لبعض العوامل اللي تزود المعدل ده يكون اكتر من 100 شعرية في اليوم، والعوامل دي علشان اتعرض لها لازم تكون بتأثر على الجذور اللي هي الاصل بتاعت الشعرية اللي بتوصل لها الغذاء والحيوية بتاعتها. واشهر العوامل اللي بتأثر على الشعر وممكن تؤدي لوقوعه هي نمرة 1 العامل الوراثي والهرمونات، نمرة 2 العامل النفسي، نمرة 3 التغذية، نمرة 4 الدورة الدموية وكفائتها، نمرة 5 عملية شد الشعر والاحتكاك الزايد بيه. أثناء مرحلة الطفولة من ساعة ما الشخص يتولد لحد سن البلوغ بتكون الدورة الدموية في أحسن حالتها، زائد إن الهرمونات ما بيكونش ليها أي دور بسبب إن الشخص ما بيكونش لسه بالغ. لكن من أول سن حوالي 18-19 سنة فيما فوق بيبدأ الهرمونات تأثيرها يبان بشكل ملحوظ، ونبدأ نلاحظ إن معدل التساقط ابتدى يزيد بشكل ملحوظ، ودي المرحلة العمرية اللي أغلب البنات بتحجب فيها من أول سن البلوغ فيما بعد. وفي أي وقت من الفترات دي بنلاحظ إن دايماً تساقط الشعر بيكون أكتر من الفترة اللي قبلها، ده غير إن كتير من البنات اللي بتلبس الحجاب علشان تلم شعرها تحت الحجاب
بتلم شعرها بشكل جامد جدا وبتربطه وبتشده شده جامده جدا، والشد ده بيعمل حاجه اللي بيسميها التراكشن الوبيشيا، وده ان بيحصل تساقط شعر بسبب شد الشعر الجامد، وده اللي قلناه من قبل كده من العوامل اللي ممكن تاثر على الشعر، وده طبعا ممكن يحصل لاي حد سواء لابس حجاب او من غير حجاب. فالسؤال، هل الحجاب بيأثر على الشعر وبيوقعه ولا لا؟ الاجابه ان تغطيه الشعر ملهاش اي تاثير على وقوع الشعر باي صوره من الصور، الا لو كان الشخص بيشد الشعر الجامد قوي علشان يلمه، او لو كان بيقرط عليه بحاجه بتحك فيه بشكل مستمر، وده عاده ما بيكونش هو ده الكيس. في نفس الوقت بنات كتير من اللي مش محجبات بيحتاجوا ان هم يعملوا شعرهم بشكل مستمر يوميا، وده بيرهق الشعر وبيعرضه لعوامل زي الحراره والسشوار والمكوى والحاجات دي، ودي ممكن بالعكس انها ترهق الشعر بشكل زياده شويه. فالنصيحه اللي حابب اقولها لاي واحده محجبه، ان يا ريت ما تبقيش شد الشعر جامد تحت الحجاب وانت مغطيه شعر، لان ده العامل الوحيد اللي ممكن ياثر على الشعر بطريقه ميكانيكيه ويؤدي الى التساقط بتاعه. النصيحه دي برضو احب اوجهها لكل الامهات اللي بتلم شعر بناتها وهم رايحين المدرسه وبتشده بشكل جامد قوي علشان ما يفكش، وبيرجعوا بعد كده يشتكوا ان البنات يبدا شعرهم يقع بالذات في الاماكن اللي قدام فروه الراس. غير كده اي تغييرات بتحصل واي حاجات ممكن تحصل هي بتحصل للمحجبه والغير محجبه. وبما اننا هنتكلم عن الشعر والتساقط بتاعه، فشركة انفينيتي الراي بتاع الحلقة عاملين منتجين جداد جمال جدا. منتج منهم اسمه بايو فيتا، وده فيتامينز بتتاخد الشعر، بتتاخد قرص 3 مرات في اليوم، واللطيف ان هم عاملينها زي كنا اتكلمنا في حاجة قبل كده، ان هم عاملينها في صورة جيلز كده، والجيلز دي طعمها لطيف جدا، عاملة زي الحاجات الحلويات بتاعت الاطفال. والمنتج التاني منتج اسمه توب هير امبولز، ودي عبارة عن امبولات، الامبولات دي بتحط على فروة الراس يوم ويوم لا، كلها معموله من مواد طبيعيه، الهدف منها انها تغذي الجذور بتاعه الشعر، زي ما قلنا من شويه ان الجذور هي اكتر حاجه محتاجه تتغذى علشان تقلل تساقط الشعر وتساعد الشعر ان هو ينمو بشكل احسن. اللي ضيع طريق رب العباد شو خسر؟ فيديو مع حاتم الصادق، خلينا نشوف. ومن التباين اللي كان في حياتك قبل كده ودلوقتي، اكيد عندك كلام تقوله للناس اللي شبهك زمان، للناس اللي حاليا دلوقتي عايشين مش حاسين باللي انت حاسه دلوقتي، بالحاجات الحلوة اللي انت ربنا يثبتك فيها يعني. يا رب ان شاء الله. فتقول لهم ايه؟ بص يا سيدي، هي بس الفكرة اول حاجة، لما الواحد بقى بيشوف مثلا شباب في سني، في الوقت اللي انا مثلا كنت فيه محتاج حد ينصحني او حد يقول لي حاجه اللي انت بتعمله ده غلط او كده، بيجي اول حاجه جوايا شعور بال يعني ان انا مشفق عليه، لان انت كنت كده قبل كده. كويس. ربنا بيقول كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، ان ربنا من عليك وربنا فهمك حاجات وبعت لك رسائل، والحمد لله بتوفيق من ربنا الواحد يعني مر بحياته بحاجات خليته ان هو يفهم حاجات ما كانش فاهمها، فدي نعمة. كويس. فبتبقى انت حاسس ان انت ليك دور مع الشباب دول. لما بسمع منه قصة عايز اقول له بص يعني يعني بلاش توصل يعني ما تعملش ده، ما تمشيش في الطريق ده، الطريق ده اخرته مش كويسة. فنصيحة للناس يعني هي فكرة ان احنا نفهم بس حقيقة الدنيا، ان احنا عايشين هنا في الدنيا الهدف لغاية. كنت لسه بكلم مع شباب في مسألة الشغل وطحنة الدنيا والحياة اللي احنا عايشينها دي، تيجي تفكر واحد مطحون القلب مشغول بالدنيا، مشغول بالدراسة، مشغول بالفلوس، بالجواز، حاجات كتير، في الاخر بتقعد تفكر كده عدى عليه 20-30-40-50-60 سنة وما عملش حاجة لدينه. يعني ما فكرش هو ربنا بيحب ايه، ما فكرش ايه اللي انا ممكن اخدم بيه الدين، ما فكرش انا هنا موجود ليه. يعني بتلاقي مثلا ايات في القرآن بترد على اسئلة. لا ترضى ولا تستسلم سهولي، اخلق خياراتك واصنع احلامك وحقق كل شي بتتمنى. فيديو لخالد الاحمد. لا ترضخ، لا تعش دور الضحية مهما كانت قصتك حقيقية، كأن تقول لن أستطيع الذهاب إلى الجامعة لأنني لم أولد غنية، أو أن تقول حصلوا على الوظيفة لأنهم أكثر جمالا مني أو أكثر غنى مني.
أو لأنهم من عائلة كبيرة أو درسوا في جامعات كبيرة أو يتحدثون اللغة الإنجليزية بطلاقة أو لأن عندهم وساطة متنفذة لا أمتلكها. وقد يكون كل ذلك صحيحاً، ولكن هذا النوع من التفكير خاطئ جداً. إلى متى ستعيش في ظل هذه الأعذار؟ متى ستتحمل مسؤولية نفسك وتمضي قدماً؟ قد حياتك، غير منظورك للحياة. عندما تجد نفسك أمام خيارين، اصنع خياراً ثالثاً. عندما يقابلك الآخرون بالرفض، اسأل لماذا؟ لا ترضخ، حتى وإن كانت الظروف ضدك، فهذا سبب لتعمل بجد واجتهاد أضعاف أضعاف غيرك، لنمحو كل فكرة سلبية تأتينا، ولنبدأ بتبديلها بفكرة إيجابية. إذا لم تكن تنتمي إلى عائلة كبيرة، فهذا الأمر يجب أن يكون محفزاً لك لتبني مشاريع مهمة في حياتك، كبيرة جداً، لتصبح أنت الإرث الذي ستتركه لأبنائك ليفخروا به وليعتزوا بعائلتهم من بعدك. إذا لم تأتي أو لم تكن تنتمي إلى عائلة غنية، فأعطي كل يوم بدون مقابل، أعطي حتى تشعر بأنك أغنى من غيرك. إذا لم تكن تملك وساطة، فلتكن أنت الواسطة للآخرين. أنت أمام خيارين، إما أن تلوم الدنيا وأن تعيش دور الضحية، وإما أن تكون أكثر الناس جداً واجتهاداً في عملك حتى تصبح أقوى من الظروف التي وجدت فيها. كلمات الأستاذ خالد الأحمد. عندك هدف بس مش جاهز تتحرك باتجاهه، شو الحل؟ إيهاب حمارني رح يحكي لنا. هل عندك هدف ملهم في حياتك وبتحس إنك لسه متجاهز له، فعم بتأجل أو عم تحكي للناس اللي حواليك لما يجي الوقت بروح باتجاه هذا الهدف؟ أنا هون عشان أحكي لك إنه فكرة أنا متجاهز هي عبارة عن سجن فكري، هي عبارة عن وهم فكري، وعمره ما رح يكون الوقت أنت جاهز له. يعني عمرك ما رح يجي وقت في حياتك وتعرف إنك أنت جاهز تمشي بهذا الهدف، لأنه نظام الخوف جواتنا هدفه يخليك بنفس المكان عشان ما تطلع من دائرة المعروف وتضلك في دائرة المكرر، عشان تحس بإحساس الأمان من منظور نظام الخوف. ولما بدك تروح على إشي جديد، أول التركات أو أول الألعاب اللي بلعبها عليك نظام الخوف بحكي لك هذا مش الوقت إله، فخليه لما الوقت يكون لما أكون جاهز له. وما بدي برضو أحكي لك تروح على الإكستريم الثاني إنه أنت هدف لسه متجهز له تروح تنط باتجاهه. فخليني أعطيك نصيحة صغيرة أنا شخصياً غيرت حياتي وبمشي فيها في كل مناحي حياتي. دايماً تذكر إذا أنت واصل 80% جهوزية معناته تروح باتجاه الهدف. فالشغل اللي بدك تعمله عشان تروح باتجاه الهدف هو 80% جهوزية. خليني أشرح لك كيف عشان الصورة تبلش توضح. مثلاً من حياتي أنا بعمل كورسات كتير، وبعمل كورسات 3 أيام وبعمل كورسات 5 أيام، فما كان بزبط من أولها أول ما بلشت أحكي إني أروح أعمل كورس 3 أيام، فبدي أبني جهوزية، بدي أبني جهوزية للـ80%. فكيف بنيت الجهوزية؟ بلشت أعمل توكس أو كورسز لـ4 ساعات، بلشت أصور فيديو، بلشت أشتغل على السايكولوجي تاعتي، على المخاوف اللي عندي إياها، على الأماكن اللي خايف يكون علي عندي أحكام فيها، على الأماكن اللي حاسس إني أنا مش سبيكر قوي. بلشت أخذ كورس سبيكينج، بلشت أشتغل مع كوتشز أوريدي عم بيعملوا كورسات لـ3 أيام. بنيت الجهوزية لحد 80%، بعدين بلشت. بس عمره ما في إشي عملته وأنا حاسس مرتاح 100%. لأنك لو حاسس مرتاح معناته الإشي أنت كررته كفاية وبطلت تتحدى حالك. فالسر إنك دايماً تسعى للـ80%، السر إنك دايماً تسعى للـ80%. فبنهاية الفيديو بدي أسألك،
إيش الإشي اللي عم بتأجله وكيف ممكن تبني جهزك. مسكنات الآلام كلنا بنستخدمها، لكن شو أضرارها وشو ممكن تسبب؟ بنصائح طبية مع الدكتور أسامة عويدات راح يحكي لنا. الفولتاست أو الفولترين أو الدايكلوفيناك أو البروفين كلها من المسكنات القوية اللي ممكن أي واحد فينا أنه يأخذها، فهل فعليا هاي المسكنات ممكن أنها تسبب فشل؟ عشان نعرف تأثير هاي الأدوية على الكلى لازم نفهم كيف الكلية أصلا تشتغل، فعلشان هيك رح أورجيكم هلا بالصور كيف الكلية أصلا تشتغل وكيف بيأثر عليها هذا الدواء. إذا ندخل في تشريح الكلية فرح نشوف إنه الوحدة الأساسية لتركيب الكلية اللي هي قدامنا اسمها النفرون. هذا النفرون هو المسؤول عن ترشيح الدم وتصفيته في القنوات البولية. الجزء اللي بهمنا بالنفرون اليوم اللي راح نحكي عنه اللي هو الجلوميريولس اللي هي بسموها محفظة بومان المسؤولة عن ترشيح الدم للقنوات البولية، وهي صورة إلها مكبرة. بوصل الدم عادة إلى الجلوميريولس عن طريق إشي اسمه الأفيرنت أرتيريول اللي هو الجاين القلب، بفوت هون وبلف الدم بترشح وبطلع بإشي اسمه الأفيرنت أرتيريول. هلا في مادة بالجسم اسمها البروستاجلاندين، هاي المادة بتتحكم بحجم الأفيرنت أرتيريول اللي فايت على الكلية بحيث تعمل له انقباض. هلا هاي الأدوية اللي احنا بناخدها اللي هي اللي اسمها نون ستيرويدال أنتي إنفلاماتوري دراجز زي البروفين والفولترين فيها إشي اسمه أنتي بروستاجلاندين. فهاي الأدوية بتقلل نسبة البروستاجلاندين الموجودة في الدم اللي هو وظيفته انه يوسع هذا الشريان، فلما يروح البروستاجلاندين بصير فيه ايش؟ انقباض. لما يصير فيه انقباض بالأفيرنت أرتيريول بقل الدم بشكل كبير الفاتح للجلوميريولاس وبتعمل اشي اسمه أكيوت كيدني إنجري، تموت في الخلايا اللي بترشح الدم. الـ AKI أو الـ Acute Kidney Injury اللي هو الفشل الكلوي الحاد هو واحد من المضاعفات الجانبية لهاي الأدوية، ولكن مش كل حدا بياخذ هذا الدواء بصير في عنده. بعمر الشباب عادة بكون تأثيرها كتير أقل على الكلى، فعلشان هيك ما لازم نكتر من هاي المسكنات. شغل اثنين، مرضى السكري ممنوع ياخذوا هذا الدواء إلا بعد فحص وظائف. وآخر معلومة بدي أحكي لكم إياها إنه هاي الأدوية لازم تتاخد غالبا مع الأكل لأنها ممكن تأثر على المعدة، ممكن تؤدي إلى إصابة بالقرح. دائما نبدا شغلات واهداف بحياتنا بس ما بنقدر نكملها وبنصير ناجل، كيف نتخلص من التاجيل؟ صلاح عميري راح يحكي لنا. اذا عم بتحس انك ما عم تنجز، ما عم توصل للنتائج اللي بدك اياها مع انك عم تعمل كل شيء، عم بتحط الوقت وعم بتحط الجهد بس بالاخر ما عم بتحس بالنتيجه، ما عم بتحس بالانجاز، وعم بتضلك تسال حالك ليش هيك عم بيصير، ايش فيه؟ على الأغلب إنك واقع بنمط أو سلوك معين بنعمله كتير بحياتنا، واللي هو إنه منحاول نعمل كتير أشياء بنفس الوقت، منحط على حالنا مهام أكبر من الطاقة اللي عنا. فشو بصير نعمل؟ بصير نعمل شوي من هاد شوي من هاد شوي من هاد، طاقتنا بتتوزع عليهم كلهم وتركيزنا بتوزع عليهم كلهم. منصفي مش مخلصين ولا واحد بس عاملين شوي من كل واحد. فعليا ممكن نستمر هذا الموضوع بس رح نستمر فترة قصيرة، لأنه بعد فترة رح نزهق، رح نبدأ نمل لأنه ما في نتائج ملموسة، ما عم نوصل. وأول ما نحس حالنا بدينا نزهق منصير نلحي حالنا، منصير نعمل أي إشي عشان نضيع وقت، نلتهي بالأمور الصغيرة اللي ما في منها أي فايدة. ببلش أرن على أصحابي أشوف شو عم بيعملوا، بصير بدي اكل مع اني مش جوعان، اذا انا بالمكتب بصير التهي بالايميل، اذا انا بالبيت بصير بدي انظف البيت، بدي اغسل الغسيل، اذا انا قاعد مش عم بعمل اشي بمسك تليفوني وبصير اطلع على الستوريز، ما بخلي ولا ستوري تعتب علي، بروح بحضر فيلم الساعة 12 مع اني لازم اصحى الساعة 6. زي ابر التخدير بتقيم الوجع بس بتقيمه لفترة محدودة، بعدين بتصحى بتلاقي الوجع محله. وهيك الامور الصغيرة اللي ما في فيها فايدة تعطينا متعة بس متعة لحظية، آخر اليوم بحس إني ما أنجزت ولا إشي إله معنى. وهذا اسمه الإنجاز الكاذب اللي بتحط فيه جهد وبتحط فيه وقت بس ما في نتيجة. الحل صراحة سهل، أول إشي بدك تعمله سجل كل إشي بدك إياه على ورقة عشان تريح عقلك وتفضيه ويضل في عندك مرجعية لكل الأمور أو الشغلات اللي بدك تعملها. بعدين اختار منهم أهم ثلاثة، بس ثلاثة، ثلاثة جعبالك تعملهم، ثلاثة أنت عارف إنه في منهم نتائج منيحة إلك. ليش ثلاثة؟ عشان ما تعجع حالك، عشان تركيزك ما يتوزع على رقم كبير،
وكل ما تنجز واحد منهم روح الليست وجيب كمان واحد محله، بس دائما خلي تركيزك على ثلاثة. أهم عامل بالسعادة هو حس الإنجاز، والإنجاز صراحة ما بيجي إلا لما نوصل للإشي اللي بدنا إياه، نوصل للنتيجة. شو تأثير التواصل الاجتماعي على دماغنا؟ شو آخر الإحصائيات للإكتئاب والانتحار بتقول؟ منتابع مع سلام ختناني. مرحبا، هل التكنولوجيا خلتنا أسعد كبشر؟ هل أنت أسعد من رجل الكهف؟ آخر إحصائية عن الاكتئاب بتقول إنه أكثر من 300 مليون شخص بيعانوا من الاكتئاب حالياً، وهاي النسبة تعتبر زيادة 20% عن ما كانت قبل 10 سنين. منظمة الصحة العالمية بتقول إنه هناك حالة انتحار كل 40 ثانية، يعني 800 ألف شخص بالسنة بيموتوا بسبب الانتحار. احتمالية وفاة شخص بسبب الانتحار اليوم بتفوق احتمالية وفاته بسبب الحرب أكثر من 3 أضعاف. بالأردن ومصر مثلاً معدل الانتحار 2.5 لكل 100 ألف نسمة. بالمتوسط معدل الانتحار بالشرق الأوسط 3.8. 15% هي نسبة ارتفاع حالات القلق والتوتر، ونسبة استخدام مضادات الاكتئاب ارتفعت 400% بين سنتين 1998 و2008. استخدام التليفون للاتصال يعتبر الاستخدام رقم 6 للتليفون بعد مواقع التواصل الاجتماعي والألعاب. آخر إحصائية بتقول إنه بالمتوسط الشخص بيستخدم تليفونه 4 ساعات كاملات باليوم. إذا أنت منهم رح تكون قضيت 4.5 سنين من حياتك على التليفون و8 سنين على التلفزيون. 4.5 سنين، يعني أكثر من 46 ألف ساعة بتقدر تركض فيهم 10,000 ماراثون. الفيسبوك عليه يومياً أكثر من 800 مليون مستخدم فعال، 2.7 مليار لايك و250 مليون صورة باليوم. فهل استخدام الإنترنت مضر؟ نشوف بعض أضرار استخدام الإنترنت. استخدام الإنترنت الزايد بيأثر على قدرتك بالمالتي تاسكينج أو تعدد المهام، بيأثر على قدرتك بمعرفة الأولويات. بس إحنا ليش منحب التواصل الاجتماعي؟ استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بزيد من إفراز الدوبامين. لما الناس تتفاعل معك وتعمل لك لايك وكومنت وبتحكي معك بزيد عندك إفراز الدوبامين، والدوبامين بيعطيك شعور بالسعادة. ليش بزيد إفراز الدوبامين؟ لأنه مركز المكافأة بمخك، وإفراز الدوبامين بتفعل أكثر لما أنت بتكون بتحكي عن حالك. واستخدامك للتواصل الاجتماعي حوالي 80% منه بتمحور حوالين الحديث عن نفسك، مش زي المحادثة وجها لوجه. المحادثة وجها لوجه بتكون تقريبا 40-60 أو 50-50، يعني أنت بتحكي عن حالك شوي واللي قبالك بحكي عن حاله شوي. أما على مواقع التواصل الاجتماعي أغلبية التواصل بتكون بتمحور حواليك أنت، عن حياتك وأنت إيش بتحب تشوف وأنت إيش بتحب تحكي. يعني إحنا بنحب الإنترنت لأنه إحنا نرجسيين، بنحب نحكي عن حالنا. هذا الموضوع بخلي تأثير التواصل الاجتماعي على مخنا بيشبه تأثير المخدرات، حتى انه في فوبيا اسمها نوموفوبيا، يعني الخوف من عدم وجود التليفون معك. بدراسة لجامعة بن ستيت لقوا انه 49% من المراهقين عندهم انطباع سيء عن مواقع التواصل الاجتماعي، و30% عندهم انطباع جيد عنه. هل هذا بيعني انه احنا كأجيال حالية نعتبر اكثر تعاسة من الاجيال الماضية؟ التكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي لها تأثير ايجابي كمان، مش بس تأثير سلبي. يعني احتمالية انه العلاقات اللي بلشت على الانترنت انها تنجح بارتفاع مستمر، يمكن لانه انت بتدور على الاشخاص اللي في بينك وبينهم اهتمامات مشتركة وفي اشياء مشتركة بشخصياتكم، فاحتمالية نجاح العلاقة اكثر بكثير من قبل. هاي على فرض انه الشخص هو نفس شخصيته الموجودة على الانترنت هي نفسها بالحقيقة، وهو ما عم بيظهر صورة كاذبة عن حياته. والتواصل الاجتماعي مكان جميل تقدر تتعرف فيه على كتير ناس وتلاقي ناس اهتماماتها من اهتماماتك وتتناقش معاهم وتتعلم منهم اشياء جديدة. بال2013 بنت فرنسية اسمها انيس بوردير شافت فيديو لممثلة امريكية على الفيسبوك واستغربت من التشابه الكبير اللي بينها وبين الممثلة. بعد التحقيق اكتشفت انه هاي البنت اختها التوأم، وهم انفصلوا عن بعض وقت الولادة، وكل واحدة فيهم اتمنتها عيلة شكل، وكل واحدة فيهم راحت على بلد تاني بدون ما تعرف انه في عندها اخت. والاشي اللي جمعهم وخلاهم يتعرفوا على بعض هو مواقع التواصل الاجتماعي. في فيلم وثائقي عن قصتهم اذا حابين تشوفوه اسمه توينسترز. فالتواصل الاجتماعي في اشياء سلبية وفي اشياء ايجابية حسب انت كيف تستخدمه. هذا كان كل اشي اليوم، شكرا لكم المتابعة. كيف تتعاطى مع الفيسبوك بحكمة وتروي؟ نقد فكاهي لبعض المواقف الفيسبوكية مع أمل طالب. عن ناس حقيقيين طبيعيين موجودين معنا بالحياة، بيتنفسوا بيأكلوا بيشربوا مثلهم مثلنا، عندهم فيسبوك بيحطوا لايكس وكومنت،
لأول لحظة بتفكر إنه هول ناس مثلهم مثلك، هول ناس طبيعية. بس هو اللي ما بتعرفوا عن هود الناس هو إنه عندهم جانب مظلم ما ببين هيدا الجانب إلا لما ينزلوا صورة الورود وتحتها صباحه كمعطر. ليش؟ ليش بتنزل صوت ورود؟ يعني انت هلأ صار فيك تمضي بنهارك مأمن راسك انه انت رائحة ورودك الافتراضية تملأ المكان، اللي صار فيك تنام الليل لانك كتبت لنا مساءك معطر. لك ما لا الورود انت زرعهم ولا انت قطفهم ولا انت صائيهم ولا الجملة انت كتبهم. ليش بدك تضلك كل يوم تصلحنا اياها؟ عندك واحد تاني اللي بيكتب لك جملة، جملة عميقة معبرة، وبيكتب تحت محة سهشة. طب ما انت صورتك موجودة واسمك موجود وجملتك مبين انت كتبها، يعني مين حنفك منعا للشك عم تكتب اسمك تحت؟ خلص قلك شو يا خيي، انت الجمل اللي مش انت كتبهم قلنا مين، بس اللي انت كتبهم نحنا مأكدين انه هيدا انت. بيجيك التاني اللي بده يهدد، جاري تنظيف الحساب، سوف اعمل بلوك لكل الذي لا يتفاع. يا خي يعني شو نحنا يعني عاملين اد لأوباما؟ خلص يعني اقول لك شو، على هاي الخبرية انا انزمعت وركبي عم تسكسك. خلص بقى يا اخي، بدك تشيلني شيلني شيلني، خليني انا اوعى الصبح ما لقيك وهناك ساتلقى الصدمة. ما تمهد ليش يعني قصصني. بتجرب امرار تكون مهذب، بتفوت لعند واحد حاطط صورة بتكتب له كومنت، بيرد على اللي قدامك واللي وراك وما بيردش عليه، ولا انت بتكتب له هابي بيرثدي وبتلاقيه عم بيردد على العالم، عم بيردد بيوصل لعندك بيقفيك. ليش؟ ليش هعمل لك؟ يعني فاهم اني كنت مهذب يعني شو عملت لك؟ ولا هو ذاته انت بتقرر بيوم من الايام تعمل اكسبت لواحد، تاني يوم بيعمل لك تاج انت و48 شخص اسهر معنا ليله راس السنه 50% لانجري السماح مطعم اهل الكرم يقدم عش. عم تعمل دعايات على ظهري يعني فوق ما انه انا عملت لك اكسبت عم تعمل دعايات على ظهري. للأسف خلصت حلقتنا لليوم، بس بكرة بنكون مع بعض بحلقة جديدة. وبدي أقولكم إذا في يوتيوبر حابب أو حابب تكون جزء من حلقة يوتيوبرز ابعتولنا على فيسبوك قناة مساواة. يلا باي باي.